إلى زميلة كريستين رياض من أمام مطار شرم الشيخ لتطلعنا بشكل أكثر تفصيلا عن الحركة الوافدة إلى مطار شرم الشيخ، سواء كانت الرحلات القادمة من مطار القاهرة الدولي أو عبر دول العالم المختلفة. تفضلي كريستين. شكرا أحمد، ونتابع في تغطية خاصة ومستمرة لمنتدى والاستعدادات الخاصة في مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الحدث الأبرز والذي تسلط عليه الأضواء من جميع أنحاء العالم وجميع القارات، لأنها هناك دول كثيرة جدا مشاركة بشباب يعني متوجه إلى هذه المدينة التي تسلط عليها الأضواء في الأيام القليلة المقبلة، ويعني أملا لأن تكون هي المقصد الرئيسي للسياحة في قارة أفريقيا. في الحقيقة مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ مستعد، أتم الاستعداد، ويعتبر مطار مدينة شرم الشيخ خلية نحل منذ 48 ساعة للاستعدادات في استقبال الوفود المشاركة في هذا المنتدى. من المفترض أن اليوم هو اليوم المخصص لاستقبال المجموعات عن طريق الطيران، هناك أكثر من 25 رحلة طيران قادمة سواء من دول أجنبية أو من مطار القاهرة الدولي إلى مطار مدينة شرم الشيخ. هناك استعدادات كبيرة جدا داخل المطار سواء كانت أمنية أو لوجستية عن طريق مركز تنسيق لعلاقات عامة لاستقبال الوفود ونقلهم عن طريق حافلات إلى تقلهم إلى الفنادق المخصصة للإقامة في مدينة شرم الشيخ. طبعا هناك بالفعل عدد كبير جدا من التنسيق الخاص مع يعني كل الشركات المتابعة وطبعا مطار مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذه الوفود. حوالي 700 أو 850 من الأجانب الشباب المشاركين سوف يصلون اليوم عن طريق مطار القاهرة. هناك أيضا حوالي يعني 170 من الشباب وصل بالفعل أمس، أما عن الشباب المصري هناك 700 من الشباب المصري وصل بالفعل أيضا عن طريق المطار وعن طريق البر إلى مدينة شرم الشيخ. من المفترض أيضا أن يستقبل مطار مدينة شرم الشيخ عدد كبير من الرؤساء والوفود الرسمية والأمراء المشاركين في منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ الفترة المقبلة. استعرضتي عدد الوافدين الذين سيفدون أو وفدوا بالفعل إلى مطار شرم الشيخ عبر مطار القاهرة الدولي، ماذا عن الرحلات القادمة مباشرة سواء كانت عبر الرحلات المنتظمة أو عبر الرحلات العارضة الشارتر القادمة إلى شرم الشيخ؟ هل هناك حديث عن هذه الرحلات على مدى اليومين الفائتين؟ نعم، بطبيعة الحال هناك تنسيق مع وزارة الطيران ومطار شرم الشيخ لاستقبال العديد من الطائرات سواء كان من القارات الأجنبية والدول الأجنبية مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، وهو هذا المطار مطار دولي يستقبل بالفعل طبعا منذ سنين طائرات دولية وطائرات يعني من كافة قارات العالم. أما بالنسبة للمطار المحلي وهو يعني التيرمينال أو يعني المكان الذي يستقبل الطائرات المحلية فهو أيضا مستعد، أتم الاستعدادات استقبال طائرات محلية سواء كانت من محافظة القاهرة أو من محافظات مصر المختلفة. نعم. على يعني مطار شرم الشيخ الدولي. نعم كريستين، ستبقي معنا أيضا لنتحول الآن إلى